يعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بالجامعات المصرية. تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارا من يوم السبت 17/8/2019 وحتى يوم السبت 31/8/2019. وحددت الوزارة نسبة 60% أيضا لتقدم الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس المتقدمة التجارية الصناعية الزراعية السياحة والفنادق نظام 5 سنوات ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل ومركز التكنولوجيا المتميز. حددت الوزارة نسبة 60% شرط لتقدم الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية سواء كانت التجارية أو الصناعية الزراعية السياحة والفنادق، وذلك للتنسيق، و 75% للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية فأكثر. وبالنسبة للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات والدبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، حددت الوزارة نسبة 60% و 75% فأكثر للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعب التمريض التابعة للجامعات. أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% وحتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد. للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية الصناعية السياحة والفنادق الخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي. وقالت الوزارة أنه يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 17/8/2019 وحتى السبت الموافق 31/8/2019. ثانيا، مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية. أولا، يقوم الطالب بتسجيل رغباته عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة المحددة. ثانيا، يقوم الطالب بتسجيل رغباته باستخدام رقم الجلوس الخاص به والرقم السري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالي. ثالثا، مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات. يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة. ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات. سيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. رابعا، ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساء آخر يوم في المرحلة. أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني. أولا، معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة. ثانيا، الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت. مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني: أولا، التيسير على أولياء الأمور بدلا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق. ثانيا، يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات. ثالثا، تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع. رابعا، تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات. خامسا، تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج. الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: أولا، الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام 3 و5 سنوات. يقوم الطالب بدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ويحدد نوع المؤهل
سواء كان صناعي أو تجاري أو زراعي 3 سنوات أو 5 سنوات، يدخل الطالب رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به الموجود باستمارة النجاح. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح نعم. يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من رغبات الطالب. ثانياً، الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، يحدد نوع المؤهل، ثم يدخل رقم الكود الخاص به، وذلك بعد إدخال الرقم السري الخاص به. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح الخطوة التالية. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله. والله ولي التوفيق.